عقب لقائه السيسي، عباس يعيد التأكيد على أن المبادرة المصرية هي أساس مباحثات التهدئة في غزة. محلب يدشن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي. واليوم بدء إعادة محاكمة المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد. نشرة الواحدة من تلفزيون النهار، أهلا بكم. بعد لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمرا صحفيا بالقاهرة، قال فيه إن المبادرة المصرية هي المبادرة الوحيدة المطروحة حاليا على الساحة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكد على أن أي مطالب فلسطينية سيتم بحثها عقب وقف إطلاق النار، داعيا دول العالم العربي إلى البدء في دعمها الإنساني لإعادة إعمار قطاع غزة. الحل النهائي نتحدث به مع الدول العربية الشقيقة، ولذلك نحن هنا تحدثنا في هذا الأمر، واليوم سنتحدث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ونحن على تواصل معه، وقبل أيام كنا في الأردن وفي قطر أيضا لنفس هذا الموضوع. نحن نبلور الرؤية التي سنتحدث فيها بشكل واضح مع الأمريكان. الحديث مع حركة حماس كان على أساس أن المبادرة المصرية هي المبادرة الوحيدة في الميدان، وأنه لا يوجد جهة أخرى تستطيع أن تقوم بهذا الواجب إلا مصر، وهم اقتنعوا بهذا أو مقتنعون بهذا، وقالوا لنا نحن لا مانع لدينا وليس لنا اعتراض بأن تكون مصر هي الدولة الراعية لهذه المفاوضات، بصرف النظر عما يوجد هناك من حساسيات ومشاكل، هذه ممكن أن تحل فيما بعد، أو يعني لا أحد يستطيع أن يتجاهلها ولا أحد يستطيع أن يلغيها، إنما في الوقت الحاضر مصر هي التي سترعى وستوجه الدعوة للوفد الفلسطيني برئاسة أخونا عزام الأحمد، وهذا الوفد يشمل كل الأطياف بما في ذلك حماس للعودة إلى المفاوضات لبحث تهدئة طويلة ومناقشة باقي القضايا المطلوبة أو الموضوع على طاولة المفاوضات فيما بعد. يأتي ذلك بينما استشهد 5 فلسطينيين بينهم امرأة فجر اليوم في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ بدئه في 8 يوليو الماضي إلى 2095 شهيدا على الأقل وأكثر من 10,000 جريح، فيما أعلنت كتائب القسام عن قصف مدينة أسدود بثلاثة صواريخ جراد. هاتفيا ينضم إلينا من قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة. سيد أشرف، بعد التحية، كيف هو حال القطاع حتى الآن على الصعيد الميداني وعدد الشهداء ربما ارتفع اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم 48 على التوالي لهذا العدوان الصهيوني المستمر على القطاع بشكل مكثف، حتى هذه اللحظة بلغت حصيلة الشهداء إلى 2099 شهيدا وأكثر من 10,597 جريحا حتى هذه اللحظة التي ما زال يتعرض فيها قطاع غزة إلى سلسلة من الهجمات البرية والبحرية والجوية، لا سيما وأنه قبل قليل تم استهداف مجموعة من المواطنين في مزرعتهم قبالة معبر رفح البري، وحتى اللحظة الطواقم الطبية تقوم بانتشال الضحايا من تلك المنطقة، وحتى هذه اللحظة يعتقد وجود 3 من الشهداء و2 من الجرحى، لم يصلوا حتى اللحظة إلى مستشفى أبو يوسف النجار. نعم دكتور أشرف، ماذا عن المساعدات الطبية التي تصل إلى قطاع غزة؟ هل تسعف وزارة الصحة في غزة من أجل إسعاف المصابين؟ نحن بداية نقدر ونشكر كل جهد من شأنه أن يعزز قطاع غزة ويعزز صمود أهله وقطاعه الصحي. وصل إلينا عدد من المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع الصحي، وهذا ما ساهم بعد الله عز وجل في استكمال منظومة العمل الصحي واستمرار عملها، إلا أن ما وصل إلينا بالكاد أن يفتك هذه الأزمة المتفاقمة منذ 8 سنوات. لذلك نحن بحاجة إلى استمرار جسرا من المساعدات الإنسانية والطبية
الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة بعدما تعرض القطاع ولا زال يتعرض إلى سلسلة من الغارات الجوية بشكل مركز على الأحياء السكنية. إضافة إلى ذلك لدينا 36 سيارة إسعاف تم استهدافها وخروجها عن الخدمة. هذا الأمر أدى إلى شلل نصف القدرة الإسعافية في مستشفيات قطاع غزة، وبالتالي نحن نحتاج إلى تعزيز القدرات الصحية في الواقع الصحي حتى يتسنى لنا استكمال مشوارنا المقدس مع 2 مليون مواطن يعيشون في قطاع غزة تحت ضربات الاحتلال. نعم، الدكتور أشرف القدرة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. محليا، يدشن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوية، كما يفتتح خلال جولته أحد الفنادق السياحية الكبرى ويتفقد موقع إنشاء مدينة العالمين الجديدة. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن بدء إجراءات طرح مشروع المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي، ويمثل المخطط المشروع القومي الثالث من سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية بعد مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية، كما يعد أكبر نطاق تنموي على مستوى الجمهورية. هناك أيضا يعني كل هذه المشروعات بتفتح فرص عمل، ودي أهم حاجة. وأنا عايز أقول لك حاجة، الحمد لله هناك مؤشر البطالة الشهر ده قل شوية، وده حاجة الحقيقة الواحد سعيد بيها. ده من الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء، إن مؤشر البطالة ما بقاش تزايد، بقى في تراجع. زيارة تفقدية المشروعات ولبدء في انطلاق تنمية الساحل الشمالي الغربي وهو المشروع الثالث الاستراتيجي على مستوى الدولة. معالي السيد رئيس الوزراء بيمر على بعض المشروعات القائمة وبيدي انطلاقة لبدء تنمية الساحل الشمالي الغربي. وينضم إلينا من الساحل الشمالي مراسل النهار اليوم همام مجاهد. همام، بعد التحية صف لنا تفاصيل جولة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب. همام، بعد التحية صف لنا تفاصيل زيارة السيد إبراهيم محلب إلى الساحل الشمالي وتدشين هذا المشروع القومي. وصل رئيس الوزراء مصر إبراهيم محلب مطروح لتفقد عدد من المشروعات التي تمت في هذه المحافظة، أبرز هذه المشروعات على إطلاق المشروع القومي للجمهورية مصر العربية. يبدو أن هناك مشكلة في وصول الصوت، صوت همام مجاهد، وسنحاول الاتصال به مرة أخرى خلال هذه الخدمة الإخبارية. وقضائيا، بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة استئناف محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و130 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت، بالإضافة إلى عصام العريان وصفوة حجازي، وذلك في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون. ومن المقرر أن تستكمل هيئة المحكمة اليوم سماع شهود الإثبات. كما تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم إعادة محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور الأهلي، والتي وقعت أحداثها في أثناء مباراة الدوري بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير عام 2012. وكانت التهم قد وجهت إلى 73 متهما، من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسؤولي النادي المصري البورسعيدي وباقي المتهمين من شباب أولتراس النادي المصري. يشار إلى أن محكمة جنايات بورسعيد عاقبت 21 متهما بالإعدام والسجن المؤبد لخمسة متهمين آخرين، بالإضافة إلى براءة 28 متهما، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 و15 عاما لباقي المتهمين.
ذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أن الأجهزة الأمنية رصدت تجمع عشرات من عناصر تنظيم الإخوان أمس أمام عدد من المساجد بالمحافظات وتنظيم بعض المسيرات المحدودة، وقامت بالتصدي لهم وتفريقهم، فيما قالت إنها تمكنت من ضبط 35 من مثير الشغب بثمان محافظات. وكانت عناصر من تنظيم الإخوان قد نظمت مظاهرة أمس بمنطقة العمرانية قاموا خلالها بإطلاق الألعاب النارية والحجارة على قوات الأمن، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة التحذيرية. كما شهدت منطقتا المطرية وعين شمس اشتباكات مماثلة، فيما تتردد أنباء عن وفاة سيدة في اشتباكات عين شمس. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن مجلس النواب الأمريكي سيبدأ خلال أيام قليلة تحركا تقوده النائبة الأمريكية ميشيل باكمان لإصدار قانون يعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. وأوضحت أن التحرك الذي يدعمه 7 نواب جمهوريون سيطالب بفرض عقوبات على جماعة الإخوان وعلى الجمعيات التابعة لها، كما سيطالب بفرض عقوبات ضد الأشخاص الذين يقدمون عن علم دعما ماديا أو موارد لجماعة الإخوان المسلمين أو التابعين لها أو المرتبطين بها أو وكلائها. قالت مصادر قضائية إن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ستقر اللائحة التنفيذية لقانون انتخابات مجلس النواب المنظمة لعمل اللجنة خلال الأسبوع الجاري. وأوضحت المصادر أن إقرار اللجنة للائحة التنفيذية يأتي بعد قرار رئيس الجمهورية بإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات وإنشاء محافظات جديدة، ومن المقرر أن يصدر قانون تقسيم الدوائر خلال أيام متضمنا المحافظات الجديدة. نشرتنا مستمرة ويأتيكم فيها بعد قليل. انقطاعات الكهرباء تتراجع، والحكومة تبدأ غدا تنفيذ تكليفات السيسي للحد من الأزمة.